أهلا حبيبنا، نطلب من الله العقدي انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. بزاف ديال الناس اللي غايت تساعد يعني تسولوا على الشروط للسفر الى المغرب. قلنا في ديك البروتوكول اللي كان خرج، ذاك البروتوكول الصحي ديال وزاره الصحه، بانه الناس اللي دايرين ثلاثه ديال الجلبات يعني فقط يديروا البي سي ار ديالهم صافي ويمشيوا ويعمروا ديك الاستماره بطبيعه الحال اللي تعطل الناس في الطائره او حتى في الباخره ان شاء الله من يبدا يستلفوا الرحلات عبر الباخره من هنا من جنوبه، يعني عمر هذيك المسائل هذيك. ومن تيوصل الانسان يعني البلد المغرب مثلا يعاود يدير عاوتاني مثلا واحد بي سي ار، واحد التحليله مستضاده يعني ديال هاد الجلبه هذه، يعني يشوفوا عاوتاني واش السيد بخير او ماشي بخير، فقط لا اقل ولا اكثر. هادشي اللي كاين اللي غادي يلقاو يعني النتيجه ديالو يعني ايجابيه بطبيعه الحال اذا كان مقيم في المغرب، يعني غيدير ديك الاوتو سيرفيونس يعني بوحدو يمشي للمنزل ديالو ويدير ديك الكوارنتينا في المنزل ديالو. الا كان يعني غير مقيم سائح، يعني غير مقيم في المغرب غير سائح، فبهاد الحال خصو يمشي شي اوتيل اللي غادي تعينوا ليه الدوله انه يمشي ليه مثلا باش يقضي فيه ديك الكوارنتينا، واللي خصو العلاج بطبيعه الحال غادي الدوله غادي تكلف بالعلاج ديالو. هادشي اللي كاين. يعني بالنسبه كذلك الناس اللي دايرين غير جوج جلبات، راه الا كانوا دايرين جوج جلبات يعني وفاتت 14 على ديك جوج جلبات، الجلبه الثانيه فاتت على 14 طبعا الحال خصو يدير الجلبه الثالثه ويدير البي سي ار. يعني المسائل واضحه. بالنسبه للاطفال اللي غايت سن 6 سنوات، يعني راه معفيين من هذه المسائل هذه، من هذا البي سي ار ومن المسائل هذه كلها معفيين منها. من 6 سنوات والفوق حتى 18 سنه طبعا الحال خصهم يديروا البي سي ار، ومن غادي يوصلوا كذلك حتى هما المغرب وعادي يعاودوا يديروا ديك التحليله المستضاده ديال هذا البي سي ار هذا، يعني باش يشوفوا الناس واش راه خالين من الوباء هذا، باش ما يوقعش بحال داكشي اللي وقع شحال هذه كما كنعقلوا في البدايات الاولى ديال هذا الوباء هذا، بانه كان نزل شي واحد من ايطاليا وكان يعني هو اللي بحال هو اللي دخل يعني الوباء للمغرب، وراكم عارفين القصه كلها ديال هذاك الشيء اللي وقع والمعيار والسبان اللي خدوه الجاليه المغربيه. المهم كان خرج كما قلت لكم واحد في واحد الفيديو الرئيس ديال الحكومه السي عبد العزيز الخنوش، يعني خرج بواحد التصريح اللي تقول فيه ضروري من الجلبه، ربما تفهم على انه ضروري خاص الجلبه الثالثه يدير الانسان. المهم راه الشيء اللي كاين البروتوكول الصحي اللي قلت لكم راه هو هذا اللي كاين، يعني الناس اللي دايرين جوج جلبات ما فايتهاش 14 راه ممكن يديروا غير بي سي ار ويمشيو، والناس اللي دايرين ثلاثه ديال الجلبات يديروا بي سي ار ويمشيو، راه ما كاين حتى مشكل. نخليكم تسمعوا معايا يعني المداخله ديال رئيس الحكومه عبد العزيز الخنوش. بين عينيا الفاكسان والتخوازيام فاكسان خصو يكون، إذا بغيتو نخدمو ترونكيل ونمشيو لقدام، إلا ما كاينش هادشي ما كاين لا كاش فلو ولا بيدا ولا هذا ولا داكشي كله خليوه، باش نكونوا متفقين، لأن هذاك اللي جاي عندك من الخارج خصو يعرف بأنه مرتاح، إلا جاي عندك ما يجيبش الكوفيد من ما يطلعش في الكوتشي وفيه الكوفيد، ولا غادي يطلع في الطاكسي فيه الكوفيد ولا هذا ولا هذا، دوك هاديك لا شين دو فالور كلها خصها تلقح وخصك توقفوا عليه. وايانا وايانا ماشي كلوستر في شي وطير ولا فلاده ولا داكشي هذا كله، الله يخليك ونا با بوزوان دو سا. دونك خصكم راه ماشي صافي تحلوا الحدود، سي سيت فوا سي سي ديفيرون، سيت فوا سي سي ديفيرون، اون فا سويف هادشي دو لا فاكسيناسيون، وبين نوصلوا لديك 23 مليون ولا 22 مليون ولا 24 مليون في تخوازيام فاكسان غادي نكونوا مرتاحين. ولكن نعاود نقولها ونقولها، جيت على واحد القضيه الله يخليكم، ها هذا الفاكسان خصكم امبليكاسيون، ماشي باش تديو نتوما الفاكسان، انا عارفكم دايرين كلكم 3 فاكسان، باش نتوما تامبليكيو معنا باش يوصل للسبيط. الله يجازيكم بخير، ميرسي. يعني المسائل اخوتي كما شفتوا معايا، يعني المسائل واضحه، تتكلم على انه خص كل شيء يعني يدير اللقاح، يكون كل شيء مكونترولي بانه يدير اللقاح، ومسائل ما يتعلق بالمسائل الاحترازيه، يعني باش الانسان ما يمرضش هو، وحتى كذلك يعني ما يمرضش معاه تاع عباد الله، يعني اذا كان مريض الله يستر يقدر يدخل مع هذاك الوباء. مهم كما قلنا يعني فقط المسائل احتياطيه، وماشي بالضروره يعني خصو يدير الانسان ثلاثه ديال الجلبات. واش هذا الانسان الله دار الجلبه الثانيه دارها على البارح ولا اول البارح مثلا، ولا واحد الشهر على بجداره، واش ما يمكنش يهود المغرب؟ يعني خصو تيدير الجلبه الثالثه، لا يعقل، راه حتى واحد ما غادي يتقبل هذه المساله هذه. هادشي اللي كاين اخوتي في الفيديو هذا، نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، ما تحرمونش من الدعم ديالكم للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.